بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤاله اللي تحناها سلسلة دي سؤالها فيسبوك وحلقة دي أفرتني يتضبع وانكو سوقا دون دونه لو سؤاله دو كمي ده سؤاله دات كان دوغا جيمت سوشكو بعد حلقه انه وحالات قيس نبا وحلي حاسك ايام فري ايضا اورله وحان كفري هل دلاق اسبوع كدب بان يستي ان كل لعبته وحي ويدي سي ان كل لعبتي وحانا كويري ها وان كل لعبتي لكن كما دواقين كلمه رجعتك أما رجعتك حاس كيغا مسوع إش ميسا بس الشروط دي وحبا هيغا لمن سوى شاك جواب تيدا هاو يسوع ويسوى نقونا إيسا وحاس كيسي بي ديبو النقطة سوى عشي غانا إنو أف عربية هي قصب معه لو قد كستو معناها تلمام إيسر هير كيسي نو كن نقضي أما هير كي كفر مي لصو لابتي وسوع الشذي يا معنه يا بوسكي جريس ومن لقاها لأري وكسوع الشني هديوسن أري كودا واقين وفلي مدوس قرغي سغسو لابتو ورهيرهان لو وذا نقمنا ومسالة خلاف علومة دو كتير وعلومة دو قاري قوان فحل كنو بوسكي أري يا قولك جلي مركز سائل كان سيجارة نسوي دي intaasi waa ku filan tahay xaaskiisi inuu soo ceshado intaas waa ugu filan guud ahaan wax shuruudo ka dhiman ma jiro kaliya waxaan laga rabaa arintaasi hadhow seen in kiraad u garin inuu marxaati u yeelo inay saasi dhacday dalqadaas reerkiisina uu soo ceshaday intaas laga doonayaa si wixii hadhow wax tixraaciyo cadayn kalsoonideeda wada tarix loo helo دي بري وحوني ما دنا مرخاتي قاسي إن شاء الله تعالى وغا مرخاتي فروحي وغا يوحي ومقرأ يوحي الله شغي سايل كلابات إحل قدنا فرتنا يتدو وحولي هاي وحانا هاي التاكسي واقف تاكسي لا وحولي مركة قاركض وحان قادة دد أي وطا دك التاكسي لأي بادان كودنا ماتش على إني قادان دد كان نوعا وكالح anigu sawaan qaada dambi ma iga soo gaaraya kow gaarigaase ma iga nijaasoobaya walaba masalo oo iga la xiriira masalada qaadistu dambi ma aha aygu waan la iibin karin ama hilibkiisii aan la cuni karin laakiin waa wax la intifaacsan karo oo la dhaqan karo haddii loo dhaqanayo sidii sharci u ogolaa. Nabiga Cuse Sallallahu Calayhi Wasallam waa diiday ayga in la dhaqdo la kaydsado ilaa ay manfaca iyo maslaxa leh inuu yahay maahane. Wuxuuna tusaaleyo ka bixiyey faa'iidooyinkii nacfigii loo dhaqan jiray ayga waqtigii hore. Mid beer ilaalinay kalba lagu ugaarsanayo kalba saydin. Ay lagu ugaarsanayo. mid xoolo la raacaya mid beer ilaalinaya kuyaalahaasuu ka soo reebay nabigu sallallahu calayhi wasallam hadday soo baxdo de beer iyo xoolaha la ilaalinayay in guryihii uu ilaalinayo meel tuuganayo guardiya looga baxdo iyo haddii ay soo baxdo manaafic kale oo uu leeyahay oo la intifaacsan karo manfaca iyo nafci banaana intaba waa loo haysan karaa laakiin wuxuu ka mid yahay waxyaabaha yaryarka iyagoo nacfigoodu bannaan yahay beecoodu uusan bannaanayn war hadduu nacfi wixiisi nacfigiisu bannaan yahay waa la haysan karaa qaadistiisuna dembi ma aha taasi waa su-aasha koowaad qaybta labaad ee su-aashu gaariga meyga nijaasoobaya waxay ku xiran tahay dee aygu ma qoyanaa mise wuu qalqalayl buu ahaa haddii uu qallalaa jirkiisoo dhan wax qoyaan oo jirka ayga ka mid ahna aanu gaariga gaarin
وحوما نجاسيني وانا مدى فقهادي انو يراه دان لا جافاني لابا انجاقان وحسما نجاسيان ايقا كريانا قاركو ما هي نجاسكستو او كتابتا اما اتابتا ايادو قلالان وحوكاسو راعينين وحوكما نجاسينيس هدي لكن وقويانا قويان كيساسي والله بقيبود قيب خلاف كما تشيرو انو نجاسيني انا اتاقدر لقا قبعانيا قيب تاسي وهدي عاليادي لرارك افكيسا او كمال كميدا قارو او تابتا قاري قيب تاسين لا نقايو او تدوبة تشير او ميدي عيد تهي اما تسديداد عيد لغان ديجي اللا وضع ميدك اللا صنويبا ان لغو نقو وواجب وانا نجاسين ايايو دي ايغو نحال لغان نقاياي تيرادو هكبادنا تكوا كالي لكن اصل كوا طهارة نجاسة ويو طهور إنا يحدكم إذا ولغ فيه الكلب وي ولغ أنا أفكس على يدي سير أرير كسال إلى هذا هديوس أنا أفكس أن أرير كجارين لكن شركي سكر قوي أنا أما القوي بكسو يشتاغي أما يسقى بالروبي بيقو جري كسو الدعين أما جاري وصوف ولا يلا صوف صار لفتي سام مشو قوي نيد وجمد هدي قوي أنا وكتاب تاعي صلا خلافيه أفكي يا عرب كي ما هنا ما كي سكادي حاري الله جريه dareerka afka ama ahane qiyaanka jirka kale eeygu ma nijaasa ama samaha khilaafki culimada ee badnaa ayaa galay waxaana fiican in aan iska dhaqdo si aad khilaafka iyo waswaaska sabab uga baxdo adiga iyo dadka aad qaadi doontaba wabillahi tawfiq salka sadexaad ee xalqadeenan wuxuu leeyahay waxaala qoyso kale wuxuu xaaskaygan furay wiilna way dhashay ciddadii way ka dhammaatay marmar baan ku soo booqdaa guriga maay bannaan tahay sodohdii gabadhan aan kala tagnay hooyadeed inaan gacanta ku salaamo mise waa iga ajnabi su-aasha jawaabteedu way ku bannaan tahay wey qofku hawan hadduu guursado gabadha uu guursaday hooyadeed waxay abad xaraam uga noqotaa mar alaale markii meher ku dhaco waxay soo gelaysaa wa ummahaatu nisaa'ikum haweenka aad qabtaan hoyooyinkood baa xaraam idinka suuratu nisaa ayadda dadka lagu sheegayna waa dadka taxriimkoodii xaraamkay abid baxaaraanka ah xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum waxamaatukum wakhaalaatukum wabanaatu lakhi wabanaatu lukhti أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم من الله شرطين أمهات نسائكم مرك اللي يري إن قول يا رجال نبي إسكو عركتين قبر إن كله شرط لك ما دي كذي قبر الربي بعض أباري وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تاسنا واحد من تلمام يستحدد هو يدم جورسته كهذا قف دمر جورسته قبر ده ya saa hooyada gogol isugu timaadaan bay gabadhu xaaraan ku noqotaa laakiin haddii gabadha guursato hooyadu meherka dhacay bay ummahaatu nisaa'i ku noqotay saa darteed maxram abaday ku tahay ama gabadhi wada jooga ama gabadhi kala taga saradaan culimada badan waxay soo guuriyaan ijmaac in la isku raacsan yahay wax khilaaf ka taagan ba jirin sida xaafid abu umar ibn abdul bar ya ragal amida rahmatullahi alayhim jami'an sayfka asalka farad baa wuxuu leeyahay qof xoola zakah xoola bixinaya xoola nool zakadood buu u muuqdaa qof faqiir ah waayeel ayaan zakah siiyay kadib wuxuu waayay meel uu geysto wuxuuna iga codsaday inaan xoolahayga ugu daro ma ku zakah gudaya sanadka soo socda haday xoola nool yihiin haa neefkan xoolaha ku jira ee daaqsintii iyo xeradii iyo qofkii raacayay iyo habeen iyo maalinba ka mid ah uu ku zaka galaya laakiin waxaa kuu bannaanood heesoo kale wuu ogol yahay intaa zakadu ay noqoto adoo inaad bixisoodan isaga waxba weydiinin isagana waxba weydiinin sida qofka deyn looga bixin karo bini aadam ku leeyahay
بدين الله إن اللوجا جودي كرا سوى نول أما دنتي هدي جارها وحيابها وكل نمدو يقف كلا باس كأنه كوب بحية يجري كرتو حالها إسكتشر الزكاة ده مركات بحيسه وحي السجى الزكاة عتسيسية كل حشرتها نافية الله بوحي دوني هالنقطة باسن تشك كجسو آدي لها بعد السجى دين ويعلم دين ترى بتسجع فيه كرتا توقف انت ايه تبرتي سي دادي سي باهدي سوتا نفقا وكو زكينا كزكا بحي وحان ليه لها انت انا وحبا دينها وقب سنة اساق عفي وهذا يزكا دو تهي وحلقا زكينا حول النوليين هذين حول النولي هنا اللعاق تهي مسألة خلافية وجمهور تحيو بدايهين انا اللعاق عد اللعاق اسكو زكينين اما ان يرها هاتو اما ان بدن هاتو اما شركات هاتو اما يعني هانن لكن على قول أصحابنا الشوافع إذا الله وقيا سنة يحوله نولا ويسكو زكينا يانو سيدي حكم كهرم باي ماري وبالله توفيق سهل كشانات وحوني لي هاي شركة كشاقيسة قناع سيو بدن وحن كشاقيا بولي هاي شركة كشرتة قناع سيو بدن ما بنانتهاي إن أنا سمعتوا جناح سيلا مده مد كأي كشرتو سمة ده بنان أنا جو ولي شركة ده أشقيني سوشي جوابت هذاوي بنانتهاي لكن وإن هذا شركة ده نتكشقيني ساي هذا وح خيانة يسحون وفائديس هذا كسمين مرضى شقالته شقده وأمانه حولها هي شقده اللي قولي بي أما شقده هي أود اللي قليني هالنقط أما حكت هذه معاميش هذه حولها هذا هالنقطان وأكو أمانه هدبا قدر كمسؤولية اللي قاعد لي بي اللي قاعد لي قفكم مركم مالك الشقية طبعا دي بوسك أو تشوغي شقده كتشوغي ويكالا دوانا ليسا waxaan xikri kartaa haddii qofku joogo qofka dalabka jooga uu yahay shaydaanku intuu sheego yiraahdo meel gaar ah furo magaca shirkadan dalabaad inuu ku sameeysto aan loogeyn way dhici kartaa ilaan magaca shirkadan uu ku qaadanaya rasiidkeedina waa isticmaalaya isagana shirkadan ay ku yaqaanaan laakiin dukaamada kale uu furtay ee supplier ay geynayaan ay alaabta geynayaan isagana gaar u yeelanaya taalamo kale waa booski mas'uuliyadi aad joogtay baad si qaldan uga faa'iideysanaysa magacoodi baad isticmaalaysa macaamiishoodi baad isticmaalaysa rasiidkii iyo kaarkii ay lahaayeen baad isticmaalaysa adiguna afka aad ku hadlayso ee lagu yaqaan shirkadeena ka socota weeye dadkuna waxa uu yaqaanaa shirkadeena u dalabtay adiguna meel kale u dalabtay taasi waa awooddaadi iyo xilka shirkadu u hayso si xun u adeegsatay وسيد هذا حياة كينيا لغا يرادو كيك باقا لغا يرادو كاليتا واي نيجا بوسكا وچوغو قندراسيو بحينا يا قندراس كام كسية انيجا محادي اوغاشا هولي لغا حان كسية نيا محادي اوغاشا هاي عيدان كسية نيا انيجا محادي اوغاشا هاي برتان كسية نيا محادي اوغاشا هاي لسما مركو كتير واي كونتراكتي غدن بان كسية نيا انا مسؤولك أني واحد قارئ إيه قارئ مرة قارئ واحد عايزة شكل بعد مسؤول وقتها دول بعد كذا يسان أما على بعد كذا يسان طلعت الدت بدن بعصور دل بنية قف بعد ليه هذا كسينا إياه أنا ما حد هاسي وقشة وحبا عصور وحبا النوع قرطتك على جاي بقى كوميشن يدلال نيدهان لكن نحر كذا لالو شوي لالوش بكو قاضنا ياسي وقف كنوسية هذا هو حاله مية قف كيف عشق هذا وفي عن بعله مية كان هذه مصلحات جارك هو شرته ولا لوش قاعدة تينق قفل لا لوش قاعدة نافعون حشوي هذا وشقده صيحة ومدة بقول كرتين كحياة وصلنا لا يقف قفكو كاشير هدوية هاي هدوم معمولية هاي كلية وحال ربع مجاعي هي ميزانك هي منافع ذي الشركة ده كشر قينيس إن هذا سيجارة واستعمال وإن الشركة دي كل أوجين رالين كاجحين هدي أنت هذا الشيء كتو يو كاجر رالين نقدان ويكون بنان تايدي وحقه دي يو كتنازلين
way ku ogolaadeen si heshiis intay kuula galeen shaqada mushaar kugu siinayaan fasaxyana kugu siinayaan tan hadda iyagu ku ogolaadaan waa sida laakiin si aynan ogeyn shirkadu haddaadan uga faa'iidaysanaynin waqtigeedii maalkeedii magaceedii macaamiisheedii aadan uga faa'iidaysanaynin way ku bannaantay haddii kuwa aada samayn doontana waa khiyaano mas-uuliyaddii iyo shaqadii laguu dhiibtay aada khiyaamayso isdaba maris weeye wabillaahi tawfiiq. Sayilka lixaad ee xalqadeenna wuxuu leeyahay khudbada maalinka jumcaha ah la akhriyo luqadaan carabi ahayn ma ku ansixi kartaa? Haddaan si kale u dhahno luqada carabigu ma qasaba khudbada jumcada mise luqada carabiga luqad kaleba waa lagu akhrin karaa? Masala khilaafu qadiima min cahdi salaf culimmada kusoo kala duwanaayeen. Culimmada qaab waxay ay yidhaahdeen mid intaan ogahay culimmadu intooda badani inay carabigu fiican yahay maaha waxa laga hadlayo, inuu bannaan yahay afaan carabi ahayn marka laga hadlo, nin caadigii qarnigii labaad masale taagneed bahayde islaamku markii uu fiday luqadda carabiga intii ku hadlaysay uu ka baxay qowmiyadii iyo uman buu islaamku gaaray anaf carabi aqoonin oon carab ahayn. Inkastoo ninkii meesha qabsadee dadka ka adkaada afkiisa la wada barto la isku taxallujiyo islaamkana dadkii hogaaminayay niman carab ay ahaayeen saxaabadii iyo taabiciintii iyo haddana ummadihii uu gaaray ummada carabi wada baran kara ma ahayn. Khudbadan asal ahaan waxaa loogu talagalay usbuuc dadku markay adduunyada ku mashquulsanaadaan in ilaahay taacadiisii iyo kala xasuusii iyo alla kacabsigiiyo la xasuusiyo oo waxyaabaha diintooda jaahil ka yihiinna lagu baro. Cajamkii markii uu gaaray dabcan dadkii gaarsiiyey marka hore cajamku dad carab oo luqadoodu carabtahay bay ahaayeen. Markii muddo la joogay dadkiina islaameen dad iyagii oo diintii bartay iyo dadkii dhashay oo waaweynaadoo diinta yaqaana markay soo gaareen waxaa yimid jiil iyo ama generation iyo dad waxaa yimid carabigiina yaqaana oo diintii yaqaana dadka in badan oo kamid oon carabiga aqooninna luqadoodii kula hadli kara. Markaasay mas'aladu timid wali war dadkan afaan carabi ahayn ma loogu khudbayn karaa? Waa isla markay yimaadeen masaa'il badan xataa salaada la xiriira oo la yiraahdo okay qofkii salaad tukan raba taxiyaadna carabi aan ku akhrihi karin maxaa la sameynayaa? Masaa'il badan adkaartii iyo ducadii baa timid salaada dhexdeeda ahayd. War dadka hala ducaystaa la yiri qofkan carabi aqoon inuu ku ducaysto muxuu sameynayaa? Salaada gudaheeda mise banaankeeda rukuucdii sujuuddii ataxiyaadkii maxaa la sameynayaa? Waxaa raba inaa yidhahda masaa'il saasoo fara badan oy keeneen laba arrimood dadweynihii oon aqoonin iyagoo yimaadeen jiil culimmo ah oo afkoodiina kula hadli kara afkii carabigiina ku khudbayn kara. Min ayaami abi imaam abi xaniifa raximahullahu tacaala dabcan dhinteedee 150 markaa bartamihii qarnigii labaad dhintay dee fuqahadii qarnigii labaad qeybtiisii horena ahaa markaasay khilaafku soo bilowday. Abu Xanifiya rag lamida waxay yidhahdeen dhib ma laha sa khudbadu erayo sharcigu soo dejiyo la akhrin ma jiraan, hadafkuna dadka in la wacdiyo wey, dadku luqada ay garanayaane ilaahayna lagu xasuusin karo taacadiisa, aakharana lagu xasuusin karo, diintoodana lagu bari karo baa loogu akhrin karaa. Saas darteed dhib ma laha, carabina qasab maaha. Dabcan wax daliil sharci oo amrayole ilaa wilaa carabi waa inay noqotona waa la isku raacsan yahay ma jiro. Lakiin dee nabiga cala slam saxaabadii taabiciintii carabin bay lagu akhrin jiray inta la yaqiinay, iyo culummada waa qasab afaan carabi ahayn xataa hal qof hadduusan garanaynin laguma akhrin karo. Xataa khatiib garanaya haddii la waayo jumca la tukan maayale duhurkooda iska tukadaan. Qolo saddexaadba waxay yidhahdeen maye haddaan carabi garanaya jirin ama dadka meesha fadhiyay carabi aanay wax garanaya ku jirin afkooda ha loogu akhriyo waqti ha la siiyo luqadda carabigana ha bartaan.
انت صدح ذا بقى صدح قول علماء ذليهم بيحايا فقال شافعي ذو قول كودا معتمد كيه وعدتك الطاق ذا العربي قرانا يهدي تشيران عربي هلو أخري وشرطي هدينا نشيرنا لغدا كرا هلو أخريو هنا الله أمره إنا يبرتان هدي مدكو في لنكو بران وايانا نحكو برتان لوايانا تشمعك مع صحيسو وجه حاجرة في المذهب وهو عربي شرد معها حتى يسقوا خطيبك يددك كدن بأيبا أي وذي يقانان ددك نغيسان يقران يان لقد كرنا والوغو أخري كرا ووجه في المذهب لكن كمذهب معتمد ها ووجه ضعيفة ضعف جيسو انتابو قارسي سن يهي ويكو كلا دوين وبمعنى مرك قول كان لقاضان أيوه معتمد كإلاليها يعني عربي قددك يقانا أنا مقاري يقانا كتشيرو أفكار لغو ما أخرين كاراي ما الصحيح هو مسأل أصح هو يلا بدا عبارة الصحيح هدي اللي ويرا هذانا ككلا آد بو ضعيف يا هيوا الله الصح هدي اللي يرا هذانا لبدا بما إيطاليا ري لكن كويسي كالحوق بدي هيوا انت مركا لغا صوتا مركا وجكا واجرا في المذهب أولا عربي بشرط معه وجه مركا لغا صوتا كان معتمد كا هذا قار عربية قانا مركا إليهم فقهاء الشافعي وأنت كونها عربية سيد مطنق من هاشك يكو قرن وحلو تشي ذاي وأركان تخط بدوي هذا شو راح ذو ذي لما وذا في رسانة وحسو خلاف سنبتشر قلاء شيئين أركان تين لو تشي ذي ينت بدانو أي أركانها تيرش خط بدا قصب تاي عربي نيتا انت كلا قصب معه وهي انت كلا خط بدا سحيد يدوك ما بحجنا أركان الخطبة مركب محيطة هاي معتمد كراجحي واشن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي قال له صلي الحمد لله لفظي الحمد لله الله قصبت هاي يا نبي قال له صلي صلى الله عليه وسلم يا دتك إلهي عبسيدي سئن لفر عبسيدي إلهي لفر يا إري قارا معها إلهي أطيع على ديكرا إلهي كعب صدى على ديكرا إلهي كعب صدى إن لي هذا إلهي أطيع إن لي هذا وأصدح صدح هذا سوى خطبة ظهري آيات إن لا أخرية أو ركن إن أتى خلاف بدني كتشر يا مسلمين تين لو دعي مسلمين تين لو دعي أنا وخطبة الدنب آيات قرآن إن لا أخرية أنا متكل لقد نجا ودي مالها أما خطبة ظهري كدر أما تدم كدر مركضات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا انت هدات ترى هذا خطبة وإحسان انت كلا أفكى دونك وآخرين أما هبا آخرين كليا مركودا بيسان اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك قريب بجيب الدعوات خطبة بعد انت هذا تدعو عذنا تدمى كترته إلهي كعب صدى إيه آيات قرآنه وحير هذين أما آيات قيب كميده معنى لغا فهميه إيه آيات معنى فهم سينيس وانا هين صدى ثم نظر وحير معنى كلي قد مالها كوحا كور رأيكو حرانتا آيات أما آيات نسك قيب كميده معنى لما يستران له انت هوي انت لغا هدلا عربي ان لغو شيء غوا شردي خطبوينك هادا قيبنا عربيين قيبنا الصومالي قال لقد هو مركي الحمد لله والو وذا فرفرتا صلي النبي والو وذا فرفرتا وصيكم ونفسي بتقوى الله يهدي اللي يراهدو آيات قرآن أنا لقو دارو طلبات آخر كيذن اللي دعيه على على المعتمد قول كمعتمد كيشافي هذا خطبة وصحيح وحبك مدمانا هذه اللي يسود در أركانتي عربية هيدن إن لا إلا عليو ضدكي وحي فهم يالي الرسالة دينا اللي قارسي ياي وحبا ما تشمنا إدي واشرطي كردك تاني دي وح آيات دي نص شرعي وقصب كردك يهيري ما يان كليا نبي قصاص وكوخد بين شري نبي عليه السلام مقتضيه دي ما تشرينو مجتمع يددك ولا تشوغين عربي بيحين أفكودنا عربي بوها وبالله توفيق سألك قد ما يحلق دينا وحورنا يا دعاء
دكان أي إيه فوران سدح سنو دكان أي إيه فوران بولي سدح سنو الله صور دافينا ما حسابين سند كي أفراد أيان حسابيي سدح دي سنة إيه هوري سيدالو غسا كينيا طبعا دي بحكو حران تهي سدح دي سنة إيه هوري حولها الزكاة كتكانكا كوتشريا غنعسيو قدر زكا مرنا نايان زكادو مركي غنعسيكا كواتشي بيسو لما عرموت بكواتشي بتاع حروه قدر زكيني غاران سند وكسوريه غنعسي هداي تهي حلقي باللوغة سندك غنعسيكا باللابي قصب معها أما شرط معها إني قدر زكاة نايان لكن سند مركو نماذو قدر زكا مرد النايين مسا مرد النايين حدين لنادان لنايين حولها اي قاريين قدر زكانا دي زكا دي والغوة اللي هايو انتا قاد قبادين ايسو با 2.5% بغالكي والله يا بركبح قدين لنايين لغو مالها حدين لأوغين اما قفك اوغان لانا يوقنا هفتاي حدا مركا وحسابي حولو هدي زكا قاران حدا مبكبحين وحي كلانا دي وحي سيغو سن اوغين كتغي وس جاهل كاهاي وحبال لغو مالها مرو البنى ديدي ميسو انو صدقاتنا اللبحو استغفارتنا يلاهي دم دافو دي استنبا ديو لعالها دي وحكا خلدامي انتاس ايان كسو قبا قبين انا حلقة دينا افرتنا يتدبات يتحانا سلسلة ديني في سؤالها فيسبوك الى حلقة دا افرتنا يستيان سيمان انو سيدايينا بدقيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.